أكد وكيل أول محافظة حضرموت الشيخ عمر بن حبريش العلي على أهمية التنسيق والتكامل بين الأجهزة القضائية والتنفيذية بما يعزز سلطة الدولة وسيادة القانون وحماية الحقوق العامة والخاصة. ودعا في اللقاء مشترك عقد بمحكمة استئناف حضرموت بين السلطة القضائية والتنفيذية إلى إيجاد تنسيق مستمر يسهم في معالجة الكثير من القضايا والإشكاليات التي تتعلق بالحفاظ على المصالح والحق العام، مشيدا بالنجاحات المحققة في تطوير منظومة السلطة القضائية بحضرموت التي تعد نموذجا للاستقرار القضائي على مستوى الوطن. من جانب آخر، اطلع وكيل أول حضرموت على العمل بالنظام القضائي الإلكتروني ونظام التوثيق والأرشفة بالمجمع القضائي بحضرموت، مستمعا من مدير إدارة تقنية المعلومات بمحكمة استئناف حضرموت هاني يوسف باعقة إلى الخدمات التي يقدمها النظام الإلكتروني من إدخال كل المحررات الصادرة من الأمناء والمحكمة والبيانات وطباعة وأرشفة الأحكام وتسهيل المعاملات على المواطنين المترددين على المحاكم، مشيرا إلى أنه تم إدخال وحفظ وتوثيق أكثر من 26 ألف وثيقة إلكترونية. كما تفقد وكيل أول حضرموت الأرشيف الورقي في المجمع القضائي والجهود التي بذلت في حفظ الوثائق وأرشفتها.